السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا مع تصحيح للكراسة وتصحيح لآخر درس في هذه المرحلة. إذا نأخذ صفحة 116. إذا نأخذ التمرين 3. إذا بمناسبة عيد الفطر السعيد، علقت إدارة مؤسسة تعليمية الإعلان التالي: بمناسبة عيد الفطر ستتوقف الدراسة مساء يوم 28 رمضان وتستأنف يوم 4 شوال. في تقديرك كم يوما دامت عطلة عيد الفطر؟ إذا عندما تكون لدينا السنة الهجرية دائما يكون لدينا هناك احتمالات حسب أيام الشهر. إذا لنفرض مثلا إذا كان لدينا الشهر فيه 29 يوما، إذا لاحظ معي ماذا قال: مساء يوم 28. إذا مساء يوم 28 معناه أن 28 غير موجودة. إذا نعطيه مثال باش تفهم مزيان. لاحظ معي هنا، إذا أخذت مثلا 28 وهنا 29، 30، 1، 2، 3، 4. إذا تستأنف يوم 4. لاحظ ماذا لدينا، ومادام هنا أعطونا مساء معناه أن 28 غير موجودة، وتستأنف يوم 4 شوال يعني النهار اللي غيخدم فيه، يعني تا هو ما كاينش. واضح؟ إذا هنا بقت لنا باقي لنا 29 إلى يوم 3. إذا لنفرض إذا كان لدينا 29 يوما، إذا كان لدينا 29 يوما، فإن عدد الأيام ستكون هي 4 أيام. إذا 1 2 3 4، إذا ستكون هي 4 أيام. إذا عندما يكون لدينا 29 يوما. أما إذا كان لدينا 30 يوما، إذا كان لدينا 30 يوما، إذا لدينا 1 2 3 4 و5، إذا سيكون هو ماذا؟ هو 5 أيام. إذا هذا بالنسبة للتمرين. إذا سنكتب هنا احتمالين. إذا كان في شهر رمضان 29 يوما، إذا ستكون هي ماذا؟ 4 أيام. أما إذا كان لدينا في شهر رمضان 30 يوما، فإن ستكون عدد الأيام هو 5 أيام. الآن نمر إلى تمرين 4. أقلعت الطائرة من مطار محمد الخامس على الساعة 8 صباحا، وحطت بمطار باريس بعد 3 ساعات، أحسب مدة الرحلة. إذا بالساعات، إذا ستكون هي ماذا؟ هي 3 ساعات. بالدقائق، إذا نعلم أن كل دقيقة، إذا نعلم كل دقيقة فهي تساوي 60 ماذا؟ نعلم أن كل ساعة، عفوا كل ساعة واحدة فهي تساوي لنا 60 دقيقة. واضح؟ إذا الآن هنا لدينا 3 ساعات، إذا سنأخذ 3 ونضربها في 60، إذا تساوي لنا 180 دقيقة. إذا سوف نكتب هنا 3 في 60، إذا تساوي لنا 180 دقيقة. الآن نحسبها بالتواني. إذا عندما تكون لدينا التواني، إذا نعلم أن كل ساعة واحدة، ساعة واحدة فهي تساوي 3600 ثانية، أو نأخذ دقيقة واحدة ونضربها في 60 لكي نجد مدى التواني. إذا لدينا اختيارين، إذا نأخذ 3 ونضربها في 3600، عندما تقومنا بالحساب إذا تساوينا 10800 ثانية، أو نأخذ 180 ونضربها في 60 نجد نفس العدد كذلك هو 10800 ثانية. إذا لدينا هنا اختيارين. الآن نمر إلى تمرين 5. الجدول يبين إنجازين تاريخيين في مجال الطيران. اسم الطيار إذا شارل وستيف. إذا الإنجاز عبور المحيط الأطلسي، وبالنسبة هنا دوران حول الأرض بدون توقف في السنة 1927 بالنسبة لشارل، وبالنسبة لستيف 2005. المدة هنا لدينا 33 ساعة و30 دقيقة بالنسبة لشارل، وبالنسبة لستيف فوسيت هو 67 ساعة ودقيقتين. إذا هنا ماذا قال؟ أحول المدتين للأيام، إذا وبالساعات وبالدقائق. إذا
لكي نحول هنا، لاحظ معي هنا لدينا 33 ساعة و30 دقيقة. بالنسبة للدقائق سوف تبقى كما هي، إذا لدينا هنا 30 دقيقة. إذا سوف نحول ماذا؟ سوف نحول 33 ساعة. إذا نعلم أن ساعة واحدة فهي تساوي نعلم أن يوم واحد يساوي 24 ساعة. إذا سنأخذ 33 ناقص 24، إذا تساوي لنا كم؟ إذا تساوي 9 ساعات. إذا تساوي لنا 9 ساعات ويوم واحد. إذا سنأخذ يوم واحد وتسع ساعات. الآن بالنسبة للعدد الثاني، إذا لدينا 67 ساعة ودقيقتين. بالنسبة للدقائق تبقى كما هي. الآن سنحول الساعات إلى الدقائق. إذا ساعة واحدة يوم واحد يساوي 24 ساعة. إذا يوم واحد يساوي 24 ساعة. يومان، إذا يوم آخر كذلك يساوي 24 ساعة. لاحظ 24 زائد 24 فهي تساوي لنا 48 ساعة. إذا سنأخذ 67 ونطرح منها 24 ساعة. إذا نجد كم تساوي؟ تساوي لنا 9. إذا 9 ساعات ويومين. إذا سنأخذ هي يومين، عفوا ليست هنا 19، إذا 19 ساعة. إذا و 19 ساعة، إذا يومين و 19 ساعة ودقيقتين. نمر الآن إلى تمرين 6. يحتفل المغاربة بعدة أعياد وطنية، ألاحظ بعضا منها ثم أرتب حسب التسلسل الزمني. إذا عندما نقول تسلسل زمني معنى حسب الشهور. إذا لاحظ معي، عيد المسيرة الخضراء يوم 6 نوفمبر، عيد الاستقلال 18 نوفمبر، ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت، عيد العرش هو 30 يوليوز. إذا الشهر الأول هنا، إذا هنا لدينا يوليوز، غشت، نوفمبر ونوفمبر. إذا الشهر الأول هو ماذا؟ هو يوليوز، يعني الشهر السابع. ثم يليه الشهر الثامن الذي هو غشت. ثم هنا لدينا نوفمبر ونوفمبر، إذا نفس الشهر ولكن هنا لدينا 6 أيام وهنا 18، معناه أن هذا هو الثالث وهذا هو الرابع. الآن نمر إلى تمرين 7. الصورتان لعاملين إسلاميين جليلين، ابن رشد 1124-1198، يعني الوقت الولادة ووقت الوفاة، ابن سينا 980-1036. في أي قرن عاش كل منهما؟ إذا نبدأ أولا بابن رشد. إذا بالنسبة لابن رشد قلنا دائما نضيف واحد إلى المئات، إذا يصبح هو 12، كذلك 12، إذا هو القرن الثاني عشر. إذا بالنسبة لابن رشد، إذا سنكتب هنا، سنديرو فقط العلامات هنا باش يقدنا المكان. إذا هو القرن الثاني عشر. بالنسبة لابن سينا، لاحظ هنا، إذا هنايا عاش قرنين، نضيف هنا واحد إلى المئة يصبح هو القرن العاشر، وإذا أضفنا هنا كذلك واحد يصبح القرن هو 11، معناه عاش في القرن العاشر والقرن الحادي عشر. الآن في أي سنة توفي كل منهما؟ إذا نأخذ ابن سينا أولا، إذا سنكتب أولا هنا يا ابن سينا. إذا سنأخذ 1036 ناقص 980 تساوي، ونأخذ ابن رشد نأخذ 1198 ناقص 1124. إذا عندما تقوم بالحساب سوف تجد بالنسبة لابن سينا تجد 56 سنة، وبالنسبة لابن رشد تساوي 74 سنة. لأن هذا بالنسبة لتمرين 7. نمر الآن إلى تمرين 8. كم عقدا مر على استقلال المغرب سنة 1956؟ إذا نعلم أن العقد فيه 10 سنوات. إذا الآن استقلال المغرب سنة 1956، إذا ماذا سنفعل؟ إذا سنأخذ 2000
وعشرون ناقص 1956. إذا نقوم بعملية الطرح، إذا ستساوي لنا، تساوي لنا 4، 12 ناقص 7 تساوي لنا 5، إذا هنايا 0 وهنا 0، إذا لدي عفوا هنا 6، إذا 64 سنة. إذا هنا كم من بالنسبة لهنا كم من عقد؟ إذا لدينا 6 عقود وأربع سنوات، إذا سنكتب هنا، إذا غناخدو هنايا سنكتب 6 عقود، 6 عقود وأربع سنوات. وأربع سنوات. الآن بالنسبة لاحتلال المغرب سنة 1912، نفس الشيء، إذا سنأخذ 2020 ناقص 1912، نقوم بالحساب، إذا تساوي لنا 8، إذا 0، الاحتفاظ هنا 100، إذا هنا لدينا كم؟ إذا 10 عقود وثمانية سنوات، إذا تقريبا حوالي 11 عقد، إذا سنكتب هنايا 10 عقود، إذا 10 عقود وثمان سنوات أو تقريبا 11 عقدا. إذا تولى محمد السادس الملك سنة 1999. إذا متى تولى محمد السادس الملك سنة 1999؟ إذا سنأخذ 2000 كذلك وعشرون ونطرح منها 1999، إذا تساوي لنا، إذا هنا تساوي لنا هنا 1، إذا تساوي لنا هنا 2، إذا 0 0، إذا هي 21 سنة، معناه إذا سنأخذ هنا 2020 ناقص 1999، إذا تساوي لنا 21 سنة، معناه لدينا عقدين، عقدين، إذا نعلم أن كل عقد يساوي 10 سنوات، إذا لدينا عقدين. إذا أوى علي إلى فراشه على الساعة 23 ساعة ونام مدة 9 ساعات، متى استيقظ؟ إذا لاحظ معي هنا، إذا أخذت هذه الدائرة، هذه الساعة، إذا هنا لدينا 12، هنا لدينا السادسة، الثالثة، هنا التاسعة، هنا لدينا 11. 23 ساعة هي وقت الوقت المساء، إذا 23 ساعة راهي هي 11، إذا 11 يعني الوقت المساء، إذا عند 11، إذا ونام مدة 9 سنوات، إذا سوف نقوم بالحساب، لاحظ معي هنا جيدا، إذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، إذا هنا هي الثامنة، إذا هو على الثامنة، إذا سنكتب ماذا؟ إذا هي الثامنة، إذا 8 عند الساعة الثامنة، إذا هذا هو الجواب. أو نأخذ 23 زائد 9 ساعات تعطينا 32 ساعة، ونطرح منها 24 تعطينا 8 ساعات. إذا هذا بالنسبة لتمارين الكراسة. إذا وبهذا نكون جميع أنهينا جميع الدروس بالتصحيحات بكاملها. إذا من فضلك بقي لنا تمارين ديال التمارين الداعمه جميع لجميع الدروس. اذا لاحظ معي هذه الورقه ساعطيها لك هنا. اذا من فضلكم خذوا تصحيح لدعم الدروس الموجوده داخل الكراسه منذ بدايه المرحله الى نهايتها، لانني ساترك لكم نسخا من صفحه 89 الى صفحه 123. اذا انت ستاخذ دعم الدرسين 21 22 صفحه 89، اذا تاخذ صفحه 89 مثلا، هنايا اعطيك مثال باش تفهم مزيان، إذا تأخذ صفحة 89، لاحظ معي هنا، إذا تأخذ صفحة 89، لاحظ 89، دعم الدرسين 21 22 صفحة 89، إذا تأخذ تصحيح ديال هاد الصفحة بكاملها، ثم تنتقل إلى دعم الدرسين 23 24 صفحة 94، تنتقل إلى صفحة 94 نفس الشيء، وتنتقل إلى صفحات بكاملها تأخذ دعومات كلها، لأن هناك كثرة تمارين، إذا نأخذ فقط النسخ، أنت تدون جميع التصحيحات داخل الكراسة. وإلى اللقاء. وها نحن قد وصلنا إلى نهاية المقرر لهذه السنة الدراسية، متمنين أن نكون قد توفقنا في شرح هذه الدروس الملقاة لكم عبر وسائل التواصل عن بعد، كما نتمنى لكم مسيرة موفقة في مواصلة الاستيعاب والاستفادة من هذه الدروس حتى يتسنى لكم استثمارها واستيعابها في مسيرتكم الدراسية القادمة. وللإشارة، هناك تمارين داعمة سنواصل إرسالها لكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طالبين منكم مراجعة جميع الدروس لهذه المرحلة.
وبهذه المناسبة أحييكم وأحيي أسرتكم لما بذلوه اتجاهكم من أجل التحصيل والمساهمة في إنجاح هذه التجربة الخاصة، وإلى اللقاء معكم في السنة الدراسية القادمة إن شاء الله.